نهار السبت في الليل، إرهابيين متنكرين في أزياء عسكرية اغتالوا 3 أمنيين ومواطن. وكان من المنتظر أن رئيس الجمهورية يعلن الحداد ويأبن الشهداء كما مستانس بعد كل عملية إرهابية. نهار الأحد بعد ساعات من استشهاد 4 توينسة، الرئاسة أصدرت بيان تضامن مع الحكومة الليبية. أما فيما يخص العملية الإرهابية، نهار الاثنين، نهار ثلاثة، نهار الأربعة، أخيرا هو باش يتكلم رئيس الجمهورية، أكيد باش يعلن الحداد. وضعنا استراتيجية تعتبر أن الأمن الوطني لا يتعلق فقط بالحدود وبالأمن بمفهومه التقليدي، بوليس، الشرطة، الحرس، الجيش إلى آخره، وإنما يجب أن يدخل يقحم فيه أشياء الآن مثل البذور. لا لا السيد الرئيس، اللي استشهدوا وماتوا بالكرتوش مش من الجوع وانقطاع البذور. الكلام هذا قاله الرئيس في مؤتمر حول المنظومة المائية وين بين أسباب تبذير الماء. يعني طبيعة كمية الماء التي نستعملها عند المراحيض إلى آخره إلى آخره. رئيس يحكي على الماء في المراحيض، نخي ما فماش كون يكتب له خطاباته. أنا لن أقرأ الخطاب التقني الذي وضعه لي مشكورين، أريد أن أتحدث بما عشت. في نهاية خطابه الرئيس بكل تفاؤل أعطانا تنبؤاته العام 2034. إنما ننظر إلى المستقبل وأن هناك كارثة، أن سنموت عطشا بعد 20 سنة. أي؟ أن الصحراء ستصل إلى مشارف قرطاج بعد 20 سنة. قنابل الذرية ستنفل علينا جميعا. يالتي، والآن نحن نعيش مرحلة التفكير الكوارثي الثالثة البيئية، والتي تعني أننا سنختفي بعد 20 سنة لأننا لن نجد ما نشرب. هاو كتفايل لنا سيد الرئيس باش ننقرضوا، برغم اللي احنا باش نموتوا بعد 20 سنة، وبرغم اللي معناش حتى لتوا تاريخ الانتخابات، لكن الأحزاب بدأوا حملتهم الانتخابية. حزب التكتل. التكتل is back. اللي تابع التدخلات نتاع الزملاء والزميلات تبارك الله عليهم، وتبارك الله على التكتل، وخمسة وخميس والحوت عليه. في المقارنة مع الحملة اللي عشناها في 2011، الحملة الجاية بشكوتو. حملة التكتل برعاية شكوتام، حزب نداء تونس. عملت اجتماع في مستير وكل بعض ممكن حضرت فيه، سنعاون لي حضرت وقيل 20,000. أنا مش مسؤوليتي هذه، على مصارة اللي كراوة فيها 8,000 وذا بيها فما قدها قد البر، أو الحزب قايم ذات ولا بأس عليه، وكل يوم يزيد يزداد إشعاع ويزداد منخرطين. حملة نداء تونس تحت شعار ما تاخذوناش بالعين. الحزب الجمهوري. حملة الحزب الجمهوري تحت شعار ارقصوا غنوا. وزير الشؤون الاجتماعية عمل زيارة فجئية لمركز الكنام باش يتفقد سير العمل، هذاك علاش مشى وحده وما سمع به حد. أنها زيارة فجئية، هكا ظهر الموظفين ما كانوش يستنوا فيه. الفنانة لطيفة العرفاوي متقلقة من ورود اسمها في الكتاب الأسود، على أساس أنها كانت تغني للنظام السابق. قلوا احنا عمرنا ما غنينا الأنظمة، احنا غنينا لوطن، لأرض، لناس، لشعب. هو راهو الكتاب الأسود ظلم برشا ناس، خاصة لطيفة العرفاوي. في العيد 23 للتحول الرائع والرائد، تحية إجلاء وإكبار وتقدير لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي.